كتب خصوصا الشهيد الاول والشهيد الثاني كلها تستدل على هذا الامر. وان كان اكو كتب اخرى، هذا اللي ما احب انصحها ورد، ان بعضهم يتمسكون فقط بكتب الشهيد الاول والشهيد الثاني يقروها، لا ماكو داعي، توسع، انظر الى باقي الكتب، لا تقرا كتب المنحرفين، اقرا كتب حبيبي اكو علماء وناطقين بس اندثروا، شهيدين استطاعوا ان يشقوا طريقهم لكن الباقيين لم يستطيعوا ان يشقوا، اقرا كتبهم وتطلع وتثقف، مو فقط انه تقرا، انت حبيبي عم تقرا كتب السيد صحيح واقراها وفي كل مره تجد فيها معنى اخر غير الذي فهمته، لكن لا معنى انه لا تقرا الكتب كتب الاخرين. صحيح سيدي تنصح من انا في محفل اخر اقول ان شاء الله، انا راح عندي مشروع انه افتح فد مكتبه عامه او شبه عامه للبيع والشراء وللقراءه، فانا اللي ابيعها في هذه المكتبه ان شاء الله هي مقرمه ان شاء الله، خليها في محفل اخر ان شاء الله، لانه انا لحد الان كلفت كم شخص وما مشوا بالامر وانا لله رجل، لكن ان شاء الله اسعى الى ذلك. فعليه ان توسع في ذهنك ووسع من فكرك وتطلع لكل امورهم حتى تكون شاملا ومثقفا وقادرا على الالمام بكل أمور الإسلام وتستطيع أن تدافع عن